السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم وأهلا وسهلا بكم أخواني أعزاء، وحلقة جديدة وفيديو جديد، وعدنا الوزن الموسيقي اللي هو كثير من الأخوان الأعزاء يسألون ما هو الرقم الموجود دائما في بداية النوتة الموسيقية أو الأرقام الموجودة بعد طبعا الـ يكون عندنا طبعا الدليل الموسيقي ومن ثم الوزن الموسيقي والوزن الموسيقي ثم الدليل حتى نقدر نشتغل في القطعة الموسيقية. فأنت أول شيء لازم تتباوع في النوتة الموسيقية في دليل موجود واللي إن شاء الله نشرحه، وأيضا احنا عندنا قضية جدا مهمة اللي هي الوزن الموسيقي ماذا يعني هذا الرقم. ففي البداية أهلا وسهلا بكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، رحب بكم أجمل ترحيب. وقبل ما أبدأ، موجودة دورات موسيقية اللي هي 8 محاضرات في الشهر، اللي يحب يشترك يتصل في رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو، اللي يحب يتعلم آلة العود، اللي يحب يتعلم الغناء العربي بأصوله. تحياتي لكم، خلينا نروح إلى السبورة. أخوان الأعزاء، هسه احنا الآن عندنا الأمور الجديدة اللي هي الوزن الموسيقي. هذه عندنا مثل ما اتفقنا انه هذا السلم الموسيقي، ودائما احنا نلقى هذا المفتاح، هذا ننتهي من عنده بالخط الثاني، ومثل ما موجوده في كثير من النوتات نلاحظ انه يجي بعدها دليل بيمول او ديز، هذا يسمونه دليل المقام. هذا من خلاله بس ابغى عليه انظر انه اعرف دليل المقام. كيف اعرف دليل المقام؟ من خلال ما انت تتمرن، من خلال ما الاستاذ او اللي يدرسك في الدورات الموسيقيه يعلمك انه هذا مقام العجم، تعرفه من خلال الدليل. مقام البيات بس تباوع على تنظر على هذا الدليل تعرفه. اليوم احنا موضوعنا وين؟ موضوعنا الوزن الموسيقي. مثلا 2-4، ما نقول 2-4، هذا خطأ لأن يصير كسور بالرياضيات. فإحنا عندنا موسيقيا نقول 2-4، 2-4 اللي هو 2 العدد الموجود داخل كل بار. شوف هاي البارات، البار هو عبارة عن هذه الخطوط مقسمة واللي تحصر بها النوت الموسيقية. هنا عندنا العدد، احنا نريد ضربتين بالعدد من يا نوعية، من نوعية ممكن الربعية، مثلا نقدر نقول مثلا ضربتين، نقدر نقول نخلي بلانش، ممكن ما يعادلها اذا ما موجود البلانش نقدر نخلي نوارات 2، كل واحدة ضربة ضربة فيصير 2 عندنا، او نخلي بلانش، او نخلي دبل كروشات 2، دبل كروشات يعني 4 دبل كروش، 4 دبل كروش فيصير عندنا 1-2. فاذا احنا عندنا عندنا 2-4 فوق العدد الموجود في البارات، والبارات هي شنو؟ الحقول المقسمه بالنوتة الموسيقيه مثل ما موجود في هذه النوتة. شوف تلاحظ انه هنا مقسم، هذا بار، هذا بار، هذا اللي هنا بار، هذا الى هنا بار، هذا الى هنا بار، بار مقسمه الى حقول. ما موجود في الحقل هو هذا اللي يسمونه بار. في داخل البار انا اريد من عندك ضربتين تكون اما بلانش، يعني بلانش ضربتين، اما تكون نوارات 2، تمام، او تكون عندنا مثلا كروشات 4، هذا 1، هذا 2، هذا 1، هذا 2، 4، او دبل كروشات، وهكذا نحسبها من خلال ما تعرف القيمة الزمنية مالتها. أتمنى أنه صار عندكم علم بهذا الموضوع، وتحياتي لكم، واللي يحب يشترك بالقناة واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية اتصل برقم الواتساب أسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.